السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في أول لقاءات مادة مبادئ التسويق للفصل الدراسي الصيفي لعام 1444 عام 1440 عفوا. بإذن الله خلال هذا الفصل راح نغطي إن شاء الله كل المواد وكل المفاهيم اللي تتعلق بمبادئ التسويق. راح نتعرف على مفهوم التسويق وش المقصود فيه. أيضا راح نفرق بين التسويق بالمفهوم العامي اللي يفهمه كثير من الناس والمفهوم العلمي المفهوم الصحيح اللي المفروض أن الناس تكون على إلمام فيه، خصوصا المتخصصين أو خصوصا اللي يدرسون إدارة أعمال أو اللي ناويين يتخصصون في التسويق. الفصل هذا إن شاء الله راح نلتقي خلال يومين في ثلاث محاضرات. يوم الأحد راح يكون عندنا محاضرة الساعة 9 إن شاء الله نفس هذا الوقت، والمحاضرة الثانية الساعة 9:45 دقيقة، وننتهي 10:30. ويوم السبت الساعة 4 عصرا بإذن الله. إلى ثلاث محاضرات في أسبوع واحد، معناها راح ننتهي إن شاء الله خلال شهر. الشهر هذا إن شاء الله راح يكون كافي أن نغطي كل التفاصيل المهمة وكل الأبواب المهمة. راح تكون موزعة على محاضرات، والمحاضرات هذه راح يشملها وقت للأسئلة للمناقشة، وكذلك وقت للكويز في نهاية كل محاضرة. راح يكون في كوز بسيط سريع يعني مراجعة ما تم دراسته خلال المحاضرة، وأيضا راح يكون له أهمية كبيرة بالنسبة للطالب في التحضير للاختبار النهائي بإذن الله. في العادة نبدأ المحاضرة وأبدأ في الشرح، ثم في آخر 10 دقائق ناخذ 5 دقائق كويز و5 دقائق نخليها للأسئلة. أي سؤال يسأل أي طالب أو طالبة خلال وقت المحاضرة في الغالب ما أجاوب عليه، لأنه راح يشتتنا عن الموضوع الرئيسي. فيفضل الأسئلة تكون في نهاية المحاضرة عشان يصير فيه سهولة للأخذ والرد في الإجابة. فأتمنى يعني إذا كان في أحد يسأل في خلال وقت المحاضرة ولم يتم الرد عليه فهذا ليس تجاهل، ولكن لأجل أن تسير المحاضرة بشكل مرتب أكثر ويستفيد الجميع. فيفضل الأسئلة تكون في نهاية كل محاضرة بإذن الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مقدمة في التسويق، مفهوم التسويق، المفاهيم الجوهرية الأساسية، كيف تطور التسويق، عناصر المزيج التسويقي، وأسباب الاهتمام بالتسويق، ثم المنافع والانتقادات التي وجهت لعلم التسويق. راح تكون الوحدة الأولى مقسمة على محاضرتين، المحاضرة هذه الحالية ثم المحاضرة اللي بعدها مباشرة بإذن الله. في البداية قبل ما نبدأ في مفهوم التسويق أو نتحدث عن تعريف التسويق، ودي أسأل وش تعرفون عن التسويق؟ وش مفهوم التسويق؟ لو سألتك الآن وش تعرف عن التسويق؟ ما هو التسويق؟ الإعلانات؟ ممكن ترويج البضاعة أو بيع، يعني وش معنى الترويج؟ مثل الإعلانات أو شيء مختلف؟
كيمياء. غالبا الإجابات المعروفة أن التسويق هو إعلانات. كثير من الناس يعني يربط الإعلان بأنه هو التسويق، أو أنه البيع، رجل بيع يروح يبحث ويبيع للناس، أو رجل بيع في محل معين يبيع للناس، وهذا هو التسويق. ولكن إن شاء الله خلال هذا الفصل راح نتعرف على أن هذا المفهوم هو مفهوم ضيق جدا عن التسويق، وأن التسويق أعم وأشمل بكثير من هذه المفاهيم العامة الرائجة عند كثير من الناس، ولا يلامون الناس لأنهم غير متخصصين. لكن المتخصص يجب أن يعرف أن التسويق أكبر وأشمل من مفهوم الإعلان أو البيع حتى. وراح يتبان عندنا أكثر إذا تكلمنا عن عناصر النسيج التسويقي. بداية مفهوم التسويق. مفهوم التسويق مثل أي مفهوم في أي علم من العلوم يتطور مع مرور الوقت. التسويق في السابق كان شكله بسيط جدا، وكان فعلا في البداية شخص يبدأ يبيع سلعة راح أعلن عنها، فطلع سوق الإعلانات في البدايات، وإعلان مثلا الشوارع أو إعلان الراديو، أو مع بداية ظهور مثلا التلفزيون وغيره بدأ يطلع الإعلانات في التلفزيون، بدأت الناس تعلن، فكان هذا هو الأسلوب الأكثر الأشهر في التسويق، ولا زال مشهور، لكن التسويق صار أعم وأشمل، صار في مفاهيم أخرى لابد أنها تكون متكاملة مع الإعلان عشان يظهر الإعلان، أو الإعلان يحقق قيمة في الأخير اللي هو عملية البيع اللي يبحثون عنها، اللي تبحث عنها الشركة. فعشان كده نشوف أن التعريف راح يتطور ويمر بمراحل مختلفة وتغيرات كثيرة. أول شيء عرف في عام 1960 من الجمعية الأمريكية للتسويق أنه الأنشطة الأعمال التي توجه نحو تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك النهائي. أي عمل حنا نسويه عشان نخلي السلعة اللي عندنا هذه توصل للمستهلك النهائي، إحنا كمنتجين نوصلها للمستهلك النهائي. في عام 85 بعد 25 سنة تطور علم التسويق مثل غيره، وصار فيه تغيرات في التعريف، أن تخطيط وتنفيذ عمليات وتطوير وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات من أجل خلق عمليات التبادل لتحقق أهداف الأفراد. فالآن صار عندنا عناصر جديدة في التعريف اللي هي تطوير المنتج وتسعير المنتج وترويج المنتج وتوزيع المنتج سواء كان سلعة أو خدمة. طبعاً قلنا منتج، المنتج هو عبارة عن نوعين في الغالب أو ممكن يكون أكثر، فهو أشهر أشكال المنتجات هي السلع والخدمات، لكن ممكن تكون أفكار ممكن تكون غيرها راح تمر علينا إن شاء الله تقسيمها بشكل أكبر. فأبرز عمليات التسويق هي تطوير المنتج، المنتج نفسه هذا اللي بنبيعه، كيف نطوره، كيف نخلي المنتج هذا يناسب السوق يناسب المستهلكين، هذا عمل تسويق. أيضا تسعير المنتج هذا، السعر المناسب اللي أنت اللي جيت تشتري هذا المنتج، من يحط السعر المناسب؟ التسويق، لأنه يراعي أسعار السوق، يراعي العرض والطلب، يراعي تكلفة المنتج، يراعي قابلية المستهلك للشراء وإمكانياته، يراعي أيضا الخصائص النفسية للمستهلك، كيف أنه يتأثر بسعر معين ولا يتأثر بسعر آخر، كيف أن سعر 99 بالنسبة له ممكن يراه أرخص أو خلينا نقول يفرق بالنسبة لنظرته عن سعر 100 ريال مثلا، وش الأسباب اللي تخلي هذا، كلها من أشياء التسويقية. ثم عندنا الترويج، ترويج البضاعة كيف نروجها، من ضمن أساليب الترويج هو الإعلان، من ضمن أساليب الترويج هو الإعلان. تخيل الإعلان كيف حجمه من ناحية التسويق، التسويق عام وأشمل. ثم بعد ذلك توزيع السلع، المكان اللي بتشتري منه السلع وين، وين راح تحصل السلعة فيه، كيف راح توصل لك هذه السلعة، كل هذا من التسويق، وهذه كل واحدة منها راح نتكلم عنها في فصل مستقل إن شاء الله، وراح يكون إن شاء الله في الفصول القادمة.
فقسمت قسم التسويق إلى عدة مراحل. أول شيء مرحلة ما قبل الإنتاج، وش الجهود اللي نسويها قبل الإنتاج؟ التسويق في شيء كبير ومهم جدا يسمونه بحوث التسويق. بحوث التسويق هو اكتشاف الحاجات الموجودة في السوق، وش الناس يحتاجون. نفترض على سبيل المثال انك جيت تبغى تنتج سلعة معينة، كيف تعرف ان هذه السلعة راح تنجح او لا؟ عن طريق مرحلة ما قبل الانتاج، معرفة توجهات الناس، معرفة سلوك المستهلكين، معرفة اذواقهم، معرفة الشيء اللي يلبي حاجاتهم ويحل المشاكل عندهم. غالبا التسويق هو ايجاد مشكلة او اكتشاف مشكلة وايجاد حلها، اكتشاف مشكلة وايجاد حلها. فاذا وجدت الحل هذه المشكلة معناها عندك منتج قابل للبيع وقابل للنجاح. فبحوث التسويق شيء مهم جدا. كيف نفهم السوق، توجهات السوق، تطورات السوق، وش راح يصير في المستقبل في السوق. لو شفنا كثير من الشركات ممكن كانت في السوق وكانت قوية جدا مثل شركة نوكيا، ثم بعدها صارت شركة غير معروفة، أو الآن شركة نقول أقل قيمة من ما كانت عليه في السابق، ولا حتى تقارن في قيمة في السابق. والسبب أن السوق تجاوزها، وفي ناس جو طوروا خدمات ما كانت موجودة عند نوكيا فتجاوزوها بسهولة. المرحلة الثانية في مراحل التسويق مرحلة بيع المنتجات. كيف نبيع المنتج؟ الآن أنتجنا هذا المنتج، كيف نبيعه ولمن؟ من الفئة المستهدفة؟ من الأشخاص اللي حنا نرغب أن نبيع لهم؟ هل عملية البيع هذه تمت بطريقة صحيحة وغير صحيحة؟ هل المستهلك وهو يقوم بعملية البيع كان راضي ولا غير راضي، أو بعملية الشراء عفوا كان راضي ولا غير راضي؟ جاب يروح للمحل، جاب يشتري السلعة، شاف تعامل سيء، هذه مشكلة. أو طلب عن طريق الابليكيشن وتأخر الطلب، ما وصل إلا بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر، أو بعد مدة من الطلب جتك رسالة قالوا لك والله المنتج هذا عفوا غير متوفر لدينا، أو تم إلغاء الطلب. هذه طبعا مشكلة كبيرة جدا، هذه مشكلة لابد أن التسويق يعالجها بحيث أنك ما تواجه عدم رضا من قبل المستهلكين والزبائن. ثم إذا كان الزبون هذا غير راضي فتأكد 100% أنه ما راح يشتري منك. وإضافة على ذلك أنه راح يقول للمستهلكين الآخرين أو المحتملين أو الزبائن المحتملين يا جماعة لا تشترون من هذا الموقع، لأن الموقع هذا سيء في تعامله أو كذا إلى آخره. ثم بعد ذلك مرحلة ما بعد البيع، وهي خدمة العملاء والتأكد من رضا الزبون بعد البيع. الآن بعت لك أنا سلعة، طيب بعد البيع هل تنتهي مهمتي كمسوق؟ قطعا ما تنتهي المهمة، المهمة لا زالت مستمرة. أتأكد أن السلعة وصلت، وأتأكد أنك راضي عنها، وأتأكد أنك أنت ترجع لي مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. هذه مرحلة ما بعد البيع هي اللي تبني لك بزنس مستقر ومستمر للمستقبل. لكن تخيل أنك شريت سلعة، وهذا أتوقع يحصل مع كثير مننا، شريت سلعة ثم صار فيها مشكلة. وقت الشراء هم كانوا تعاملهم معك جدا ممتاز، لكن بعد عملية الشراء وجيت تتواصل معهم وتبغى الضمان وتبغى الصيانة وتبغى ترجع وتبغى تشوف كيف يحلون لك المشكلة هذه، وش يصير الواقع؟ كثير من الشركات عندنا للأسف تأجيل، يحطون لك 1000 عذر عشان ما يصلحون لك المشكلة، يبدون يماطلون فيك، طيب تعالنا بكرة، طيب تعالنا أسبوع جاي، طيب بنرسل لك كمية، طيب ما أدري إيش. فأنت تكره المنتج وتكره يعني الوقت اللي حتى شريت فيه من هذه الشركة أو من هذه الجهة، فتقول أصلا أنا ليش شريت من عندهم، مرة جاي ما راح أشتري من عندهم. فهذه أهمية مرحلة ما بعد البيع. وأتوقع كثير منكم عانى من مشكلة مشابهة، أنه اشترى سلعة وضاع، ثم خدمات ما بعد البيع كانت جدا سيئة فكان الانطباع سلبي، و
لو أحد منكم حمر في موقف مشابه ممكن يذكره للفائدة الجميع. الآن مفهوم التسويق، عرفنا مفهوم التسويق بأكثر من تعريف، ولكن المفهوم المطلوب منكم والمفهوم الرئيسي وهو أشهر المفاهيم هو تعريف فيليب كوتلر. طبعا فيليب كوتلر هو أشهر علماء التسويق. إذا قيل لك فيليب كوتلر هو كان يتحدث عن من أشهر مثلا علماء الإدارة، ما نخصكم إدارة، من أشهر علماء الإدارة. بدي اشوف اجابات اذا عندكم اجابات. اشهر علماء الاداره تفاعل، صوت واضح، طيب عندكم خلفية من أشهر علماء الإدارة مثلا مر عليكم اسم معين؟ ما في شيء في البال. طيب دي مشكلة بخصوص التسويق. أشهر علماء التسويق هو فيليب كوتلر، أشهر عالم في التسويق هو فيليب كوتلر. عرف التسويق بتعريف بسيط ومختصر وهذا اللي يكفيكم للاختبار. قال هو نشاط إنساني موجه، بمعنى أن اللي يقوم بعمليات التسويق هم أشخاص، بشر، ناس. موجه لإيش؟ لإشباع الحاجات والرغبات. أنا أشوف في حاجة في السوق، أشوف في رغبة عند الناس، أحاول أني أشبع هذه الرغبة من خلال عملية التبادل، أني أقدم لك هذا المنتج وأنت تدفع كمستهلك مقابل هذا المنتج. بالأخير أنا أبغى أبيع، أنا أقوم بجهود التسويقية من أجل عمليات التبادل. أنا أعطيك الخدمة أو أبيع لك السلعة وأنت تشتريها مني بالمقابل، غالبا يكون مقابل هذا مادي. وراح نتكلم عن مفهوم المنتج والحاجة والرغبة في المفاهيم الجوهرية للتسويق بشكل مفصل أكثر. فمن خلال التعاريف السابقة تبين لنا عدة أشياء، خلينا نقول تجمع بين التعاريف كلها، مفاهيم أساسية إن الإشباع الحاجات والرغبات هو الشيء الأساسي للتسويق المتكامل، أن الوظائف التسويقية لابد أن تكون متكاملة. والكلام هذا مهم ليش؟ لأنك أنت ممكن أنك يكون عندك منتج مميز، تمام، وتقوم بالإعلام بطريقة ممتازة له وتبيعه في مكان مناسب، لكن السعر غير مناسب. فإذا كان السعر غير مناسب قطعا وحتميا أن النتيجة راح تكون أن المنتج هذا يفشل. لكن إذا كان السعر متكامل مع الجهود الثانية معناها في الأخير راح يصل إلى النجاح بإذن الله. إضافة إلى مثلا على سبيل المثال خلنا نقول عندك منتج مميز، سعر ممتاز، إعلانات في كل مكان ما عندك مشكلة، وكانت مستهدفة للفئة المستهدفة وفي القنوات المناسبة، القنوات التسويقية المناسبة، لكن المنتج إذا بغيت تشتريه صعب الوصول له، التوزيع سيء، المكان اللي يباع فيه غير مناسب، الموقع مثلا الإلكتروني دائما في مشاكل، فقطعا راح يسبب مشكلة كبيرة. ضروري يكون في تكامل بين كل الأنشطة التسويقية. المفاهيم الجوهرية للتسويق، المفاهيم الجوهرية أو الأساسية للتسويق، في خمسة مفاهيم: الحاجات والرغبات والطلب والمنتجات والتبادل. في البداية الحاجات، وش معنى الحاجات؟ وش تفهمون من كلمة حاجات؟ شيء أساسي، الضروريات اللي يحتاجها. طيب والرغبات، ما تكون ضروري. طيب
شيبانوز. طيب جيد. طيب لو قلنا الأكل، هل هو حاجة ولا رضا؟ حاجة. طيب ممتاز. طيب لو قلنا مثلا نوع الأكل اللي أبغى أكله، كان عندي عدة خيارات للأكل، نوع الأكل اللي أبغى أكله، حاجة ولا رغبة؟ رغبة. طيب جميل، ممتاز، ممتاز جدا. طيب لو سألتكم عن أشهر النماذج اللي تكلمت عن الحاجات، أتوقع درستوها في مبادئ الإدارة، نموذج مشهور تكلم عن الحاجات. مر عليكم. طيب هو نموذج أو هرم الحاجات لماسلو، مر عليكم قبل. الحاجة هو حالة من الشعور بالثناء عن الفرد، هذا يعني تعريف اللي مثل ما ذكرته. حاجات الإنسان صنفها ماسلو، إبراهام ماسلو، هو أشهر، هو صاحب هذا الهرم المشهور، هو عالم اجتماعي، والمفهوم هذا يعني يستخدم في كثير من العلوم، ويستخدم في حتى ممكن يمر عليكم في عدة مواد راح تدرسونها. قال لك الحاجات مقسمة إلى 5 أقسام. عندنا الحاجات الفسيولوجية اللي هي المقصود فيها الحاجات الأساسية في الأكل والشرب، ثم الحاجة إلى الأمان. طبيعي الإنسان في البداية راح يبحث عن أكل وشرب، صح ولا لا؟ ثم إذا حصل الأكل والشرب اللي الشيء اللي يخليه يعيش، راح يبحث عن الأمان. إذا توفر عند الأكل والشرب والأمان، راح يبحث عن الانتماء والحب والحاجات الاجتماعية، خلنا نقول مثل الأصدقاء أو تكون علاقة أو تكون أسرة. لكن الشخص لن يبحث عن تكون علاقات وأصدقاء وأسرة إذا ما كان عنده أكل وشرب، صح ولا لا؟ فطبيعي جدا أن الحاجات تكون مرتبة بالطريقة هذه. ثم بعد ذلك إذا توفر عنده العائلة والأصدقاء والأمان والأكل والشرب، راح يبحث عن الاحترام، راح يبحث عن التقدير والاحترام في المجتمع اللي يعيش فيه. ثم أخيرا تحقيق الذات. إيش نقصد تحقيق الذات؟ إيش معنى تحقيق الذات؟ تحقيق الذات كيف يحقق الإنسان ذاته؟ كيف يصل لتحقيق الذات؟ يحقق أحلامه. جميل، صحيح، يحقق أحلامه. تحقيق ذات، تحقيق شخص الأحلام. هل تحقيق الأحلام مرتبط مثلا بالفلوس فقط مثلا، أو المال، أني والله أصير شخص غني؟ لا، كل شخص عنده أحلام مختلفة، بإمكانه يحقق ذاته بأكثر من طريقة. في ناس إنه عنده واحد من أحلامه ويحقق ذاته أنه يكون شخص غني، وارد، لكن كل شخص يختلف عن آخر، وأحلام الناس مختلفة. طيب هذا بالنسبة للحاجات. الرغبات هي الوسائل التي يتم من خلالها إشباع الحاجات المستهلك. إشباع حاجات المستهلك يتم مثل ما قلنا، عندي حاجة الأكل، لكن كيف أشبع هذه الحاجة؟ من خلال نوع الأكل. نوع الأكل يختلف حسب كل شخص ورغبته. كل شخص عنده رغبة معينة، اللي يحب أكل مثلا سعودي، اللي يحب أكل أجنبي، إيطالي، أمريكي، إلى آخره. المفهوم الثالث اللي هو الطلب. مفهوم الطلب هو كمية مطلوبة من جانب الأفراد من سلعة أو خدمة معينة، أو عدد الأشخاص اللي يرغبون في شراء سلعة معينة في مدة زمنية معينة وبسعر معين. وطبعا أنتم عارفين معادلة الطلب والعرض، كل ما زاد الطلب على السلعة، إذا كان الطلب أكثر من العرض غالبا يصير في السعر. إذا زاد الطلب عن العرض غالبا يصير في السعر. لا، إذا زاد الطلب، نتخيل مثلا عندنا سلعة هي من 10 حبات، زين، واللي يبغون يشترونها 20 شخص، هي 10 حبات يبغى يشتريها 20 شخص، يزيد سعرها ولا ينقص؟
يزيد طبعا، يزيد صحيح. جميل. فبالنسبة للمسوقين، معرفة حجم الطلب على سلعة معينة يخلي السوق هذا مغري للدخول، صح ولا لا؟ فلو قلنا مثلا اني انا شخص ابغى انتج مثلا جوال، ابغى اصنع جوال، فاذا شفت السوق اقول والله السوق فيه طلب، الناس تشتري جوالات، لكن هل العرض والطلب، هل العرض اكثر من الطلب؟ هل في حاجة في السوق؟ هل في مشكلة ما حلتها الجوالات الموجودة والشركات الموجودة أنا راح أقدمها وأحلها لهم؟ شركة ثانية قالت لا والله أنا أبغى أشوف البيجر مثلا، بنتج بيجر، هل في طلب في السوق على البيجر الآن؟ يطلبون البيجر، شيء قديم ما عاد أحد يطلبه، فما راح يكون له قيمة. فالطلب شيء مهم يحدد أشياء كثيرة بالنسبة لك قبل دخولك للسوق. المفهوم الرابع هو مفهوم المنتجات، والمنتج تعريفه على أن أي شيء يتم عرضه للسوق بغرض جذب الانتباه أو الاكتساب أو الاستخدام أو الاستهلاك، يشبع حاجة ورغبة معينة، يشبع حاجة ورغبة معينة. وإيش يشمل هذا المفهوم؟ كل من السلع والخدمات والأفكار. فقلنا أن المنتج هو سلعة أو خدمة أو أفكار، أو ممكن يكون أفراد، أماكن، منظمات، أنشطة، عمليات، أحداث إلى آخره، لكن الشيء الأساسي والرئيسي هو السلع والخدمات في الغالب، ثم بعدها الأفكار. المفهوم الخامس مفهوم التبادل. إيش معنى التبادل؟ التبادل السلوك الحصول على شيء مرغوب من أفراد أو منظمة في مقابل تقديم شيء آخر مرغوب فيه. فأنا إذا كنت منتج ببيع لك السلعة هذه، لكن أرغب في الحصول على مال في المقابل. فهذا هو جوهر عملية التسويق، هذا المفهوم الرئيسي، هذا اللي يخلي الناس تشتغل في التسويق، هذا اللي يخلي التجارة أصلاً تقوم، هذا اللي يخلي في عمليات بيع، أنا أبيع وأنت تشتري مني. فكل هدفنا في الأخير من خلال هذه الجهود التسويقية هو أننا نحصل على هذه النتيجة اللي هي التبادل. مراحل تطور التسويق راح نتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ودنا ناخذ كوز الآن لمدة 5 دقائق، بعد نهاية الكوز يكون عندنا 5 دقائق للأسئلة ومناقشة الجزء الأول من المحاضرة. الكوز يبدأ الآن لمدة 5 دقائق. يعطيك العافية، انتهى الكويز. السؤال الأول يقصد التسويق وترويج السلع بهدف بيعها للزبائن. الإجابات كانت كلها خاطئة، هي خطأ، هو مفهوم يعني أوسع من كذا، واتفقنا أن المفهوم مفهوم كتلر أكثر شيء اللي راح نتفق عليه، اللي هو لو نرجع لتشوفونه في الشرائح السابقة، هو نشاط إنساني موجه ليشبع الحاجات والرغبات من أجل عملية التبادل. فهذا ليس هو مفهوم التسويق، ترويج السلع لبيع الزبائن هو ليس مفهوم التسويق، هو مفهوم ناقص للتسويق. طيب، السؤال الثاني من المفاهيم الجوهرية التسويق، البيع ما ذكرناه أبدا، الشراء ما ذكرناه، لذلك هو الحاجات، عندنا الحاجات والرغبات والمنتج والطلب والتبادل. السؤال الثالث مفهوم الحاجات أوسع وأشمل مفهوم الرغبات، وهذا غير صحيح. مثل ما قلنا الحاجة مثلا الأكل، صح ولا لا؟ لكن الرغبة ممكن يكون عندك 100 نوع من أنواع الأكل اللي ممكن تشبع بها هذه الحاجة، فالحاجة واحدة والرغبات متعددة وكثيرة جدا. أتمنى أن النقطة هذه تكون واضحة. فمفهوم الرغبات أوسع من مفهوم الحاجات. أشهر علماء التسويق هو كوتلر، فيليب كوتلر،
وهذا اللي موجود عندكم في التعريف. فيليب كوتلر ماسلو هو عالم اجتماعي يتكلم عن نظرية الحاجات. ماسلو عالم اجتماعي يتكلم عن نظرية الحاجات، لكن كوتلر هو أشهر علماء التسويق. السؤال الأخير، صاحب نموذج هرم الحاجات هو ماسلو. نموذج الحاجات هو ماسلو، وماسلو ليس بعالم تسويق ولا له علاقة بالتسويق نهائيا. ما يعني ما مجرد يعني أخذنا نظرية ماسلو في تعريف الحاجات، لكنه ليس بعالم التسويق. طيب قبل نهاية المحاضرة، في أحد عنده سؤال أو استفسار؟ أي سؤال؟ طيب الله يعطيكم العافية. بالنسبة للكوزات ترى جدا مهمة، يعني أنا أنصحكم أن الكوزات هذه تكون مرجع لكم للمراجعة الاختبار النهائي، فهي تعطيك ملخص عام. طبعا ما راح تكون هي كل شيء، هي ملخص للي أخذناه، يعني بعض الأسئلة اللي ممكن محتمل أنها تكون مشابهة لها في الاختبار النهائي، لكنها لا يمكن الاعتماد عليها 100%. فيعني جيد أن الواحد يطلع عليها أو تكون موجودة عندكم جميعا بلا استثناء. أتوقع من الأسئلة، المتكررة، إيش المعتمد؟ المعتمد هو المادة الصوتية والمرئية الموجودة. راح أنزل لكم الشرائح هذه في المنتدى اليوم إن شاء الله بعد نهاية المحاضرة الثانية. الشرائح مهمة جدا، مفيدة جدا مع الكويزات، مع المحاضرة الأخيرة اللي راح تكون مراجعة شاملة، كلها مهمة. لكن المعتمد الرسمي من عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد هو المادة الصوتية والمرئية. وبالنسبة لي ما أعتمد أي ملخصات، كل إنسان أعرف بنفسه في الملخص اللي يناسبه وش يعتمد عليه في المذاكرة. كل شخص يعني مستقل وحر في طريقته في المذاكرة، لكن ما أقدر والله أعتمد أي ملخص غير مسموح أبدا. في أي سؤال ثاني؟ طيب الله يعطيكم العافية. أتمنى من الجميع الآن تسجيل الخروج ثم الدخول للمحاضرة اللي بعدها. تسجيل خروج الآن من الجميع، الله يعطيكم العافية. شكراً.